في البداية انضمام لنادي الجزيرة طبعا هو فخر، وأنا سعيد بانضمامي لنادي الجزيرة، سعيد بانضمام الأخوان اللاعبين لنخدم هذا النادي. طبعا اللاعبين والجهاز الفني والإداري متعاونين معي، وأنا أشكرهم على ترحيبهم في البداية لي. ما حسيت نفسي غريب من أول يوم لين هذا اليوم، ما حسيت نفسي غريب من بينهم، دخلت بسرعة بالأجواء. وصراحة انعجبت أنا من اللي شفته بين إخواني اللاعبين، بس مو متفاجئ لأن أغلبهم لعيبة منتخبات، لعيبة على قدر عالي من المستوى، فأتوقع أن إن شاء الله راح نلبي طموحات النادي والمسؤولين إن شاء الله. أكيد في البداية طموحي لقب الدوري، لأني اللي شفته صراحة نفس ما قلت لك بالتمارين واللي شفته باللاعبين والإمكانيات الكبيرة جدا اللي يمتلكونها، قادرين نحقق بطولات وقادرين أن نوصل لأبعد درجة السنة إن شاء الله. أكيد أن رسالتي أنهم مستقبل الكرة الإماراتية، عليهم المثابرة والصبر والتركيز في الملعب والأخلاق، أكيد أول شيء الأخلاق، وقبل كل شيء عليهم برهم والدينهم، والله إن شاء الله راح يوفقهم، لأن اللعيبة اللي شفتهم صراحة يمتلكون مستوى عالي صراحة من الأداء ومن الانضباط. نعدهم إن شاء الله أن نحن نجتهد، نعدهم أن نحن نعطي كل ما عندنا في الملعب ويكون تركيزنا عالي، لكن هذا الشيء ما بيتحقق إلا بمساندة الجمهور لنا وحضورهم طبعا في كل المباريات إن شاء الله، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنهم ونسعدهم في النهاية إن شاء الله.